دكتور غسان عازار موجود معنا بفقرة سانتي لليوم، اختصاصي جراحة نسائية توليد وعقم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. العقم يعني مرض العصر فينا نقول، أو مشكلة العصر يلي عم بتأدي لمشاكل بين الأزواج حتى. صح. يعني طبعا الطب تطور كتير واليوم في حلول كتيرة، ولكن بضل في فشل لبعض الطرق. صح. او بعض الوسائل الجديده خصوصا طفل الانبوب. اذا اليوم بدنا نحكي عن تكرار الفشل، ليه بعد في ناس ما عم بيقدروا يكون في هالعمليات الناجحه للانجاب؟ صح مزبوط. الفشل بطفل الانبوب، يعني اول شيء طفل الانبوب صار اول حبل فيه من 41 سنه لليوم، يعني عمره 41 سنه اللي حبلت بطفل الانبوب لهلا، بس اكيد تطور كثير وصارت نتائجه احسن بكثير والريزلتس احسن. اكيد بضل في فشل وفشل متكرر. هلا الفشل اكثر شيء بدنا نقسمه على ثلاث اقسام. اول شيء هو فشل عند الامراه، الناتج يعني من الامراه، الناتج من الرجل، والناتج من عوامل خارجيه. فينا نقول بالامراه اول شيء اهم شيء بالفشل هو عمر الامراه. نحن كل ما بنتطور بعمر الامراه وكل يعني ودائما عم يتاخروا بعد اكثر واكثر ليتزوجوا، يعني مشان هيك هلا رح نحكي فيهم شوي مطولا. 35 سنه هو العمر نحن بنفضل قبله يصير في حمل. أوكي. هلا بال 35 ببلش يخف نسبه نجاح طفل الانبوب من بين ال 35 وال 40، كثير بيقشط بعد سن ال 40 كثير كثير، لانه بيضعفوا المبايض، نوعيه وكميه البيض اللي بيفرزهم المبيض وقتها منهيج الاوفريز وبنعطيهم تحريض بالابر، النوعيه والكميه بتخف، وحتى نوعية الأجنة بتتغير، بتصير أجنة منا منيحة وأجنة صعبة تعشش بالرحم. دكتور نحن رح نتابع حديثنا، خلينا ناخذ وقفة صغيرة. متابعين حديثنا بفقرة سانتي مع دكتور غسان عازار، أهلا وسهلا فيك من جديد. عم نحكي عن الفشل المتكرر لعملية طفل الأنبوب. رح بحكي عن شغلتين، بلاش تعطينا الأسباب من شوي، بس رح أحكي كمان مش بس عن فشل الحمل ولكن أيضا عن فقدان يعني الجنين بعدين. ما بعرف قد ايه لهم علاقة ببعضهم. في واحد من الأسباب اللي هو تجليط الدم عند الأمرأة بيؤدي بيعمل هالعاملين. اول شيء ممكن يعشش الحبل ويمنع تعشيش الحبل، اول شيء بيمنع تعشيش الحبل، واذا صار في تعشيش حبل بوجود مضادات داء المفاصل او تجليط الدم، يعني الكلوتينج فاكتورز عاليين عند الامراه بدمها، كمان بيؤدي الى تكرار ترويح عند الامراه. نعم. بس هذا شيء ثاني يعني. اهم شيء هلا هي عند الامراه حكينا عن العمر، اول شيء حكينا العمر، العمر قلنا الكميه والنوعيه تبع البيض بيتغيروا، ونسبة النجاح كنا عم نقول انه بتكون لنقول باحسن مراكز طفل الانبوب بين ال 55 ل 60%، بتخف بعد ال 35 سنة، وبعد ال 40 ما في عندك نسبة نجاح اكثر من 25% ل 30% باحسن مراكز. وبتخف هالشيء مع التقدم من 42 و 43 و 44، بتخف كل سنة بيصير فيه يمكن اقل من 5% بعد عمر ال 44، يعني خليني اعرفوها هيك بوضوح. مشان هيك كتير 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 كتير، لأنه تغيرت النساء والترند تبع النسوان، صاروا بطلوا مثلا بنتي يمكن ما تتجوز مثلا أنا لبعد الأربعين 35 بدها تأسس مستقبلها. لا بس إحنا بدنا ننادي هون، بدنا لا ما فينا ننطر هالقد، لأنه إذا في لا إنجاب عن جد، بس في طريقة تانية تجميد المرأة، تجميد البويضات، يعني أنه بنعمل لها فريزينج أوف هير إيجز. يعني كتير لازم تفكر البنت إذا بدها تطول تتزوج ليش لحتى تفوت بهالهيدا، لأنه صارت بتطورت هلا تجميد البويضات، صار فينا نعمل تجميد بويضات. سو هيدا سبب الايج از نمبر 1، سبب اساسي عمر الامراه. السبب الثاني هو تجاوب هالمبايض اللي عندها اياها هالامراه لنوعيه الدواء او لطريقه الحكيم كيف عطيها البروتوكول تبع الدواء. هو في بروتوكولات مختلفين، في بروتوكول، في بروتوكول قصير، في بروتوكول طويل، في بروتوكول بيكون الواحد فيه شويه اجريسيف يعني او قاسي بالابر، وفي شويه اخف بالابر. نعم. حسب المبايض، مثلا مبايض مكيسه بتقول بوليسيستيك اوفريز ما بنعطيها، ما بنكون قاسيين بطريقه المعامله مع البويضات، وبنفضل نعطيها الشورت بروتوكول، يعني الطريق القصير، يعني البروتوكول القصير.
القصير. القصير يعني بنبلش ثالث يوم دورة وبنطلع بهونيك بالإبر. الطويل بنبلش بأول يوم ميعاد بنعطيه إبرة وبنضلنا بعد 10 أيام لنبلش تهيج المبيض. يعني بنطول لنهيج من نيمه للمبيض قبل ما نعطيه إبر تحريضية لحتى يعطينا البيض. هلأ حتى لو عملنا أي بروتوكول في أيام نساء معينة بويضاتهم بتعطي امتي اجز يعني بيكونوا فاضيين، بنشوفهم على الصورة كتير حلوين، بنيجي لنسحبهم بالصحن بيكونوا عندنا بالمختبر بويضات فاضية يعني منا موجودة، ما فينا نلقحهم، ما في نوكليوس بقلبهم، سو ما لهم أهمية كتير. نعم. سو نوعية البيض كتير مهمة. هلا بعدين نحكي كيف لنطلع بنوعية أجنة كتير مهمة. بتجي لعنا كتير مريضة منقلها كيف عملت الطفل الأنبوب الأولاني، ما عندها علم كتير. نحن عنا شوية لازم يكون في دراسة أكتر شوية للنساء وهن يعني. يكونوا شوية متحشرين أكتر إنه يعرفوا شو نوعية الأجنة اللي انعملت، قديش عدد البيض اللي طلعته، شو تلقح منهم لهالبيض. لأنه وقت نحن بنسحب البويضات مش كلياتهم هالبيض رح نستعملهم، حسب طلعنا 12 بيضة منهم رح يكون بويضات أولا صغار فاضيين والمنيح منيح منيح هول اللي رح نلقحهم. لازم تعرف قديش عندك كان كتير منيح بويضات بينترك من هالبويضات اللي تلقحوا كمان مجمدين فينا بحال ما زبط. بس احسن لانه اذا عم تعمل هي طفل انبوب وبذره الزوجه موجوده خلينا نعمل اجنه ونجمد اجنه. صحيح. مش نجمد بويضات. صحيح. يعني بهيك حاله بنجمد اجنه بس عفوا قبل ما نوصل لدور الرجل بما انه بدنا نحكي شوي كمان. صح. عن الاسباب يلي صح. تجي من الرجل المشاكل بتكون منه. بس خليني أحكي عن تكرار المحاولات قدي ممكن يكون مضر. يعني دايما بنسأل حالنا هل لأنه عم بيزيدوا التريتمنت، هل عم بيزيدوا العمليات، تعب جسم هالمرأة وما بقى عم بيقدر ياخد بيتعب جسم الامرأة. وفي تعرض كان موجود يعني من تقريبا 8 سنين 9 سنين طلعت دراسة كتير كبيرة بتقول أنه المرأة اللي أخدي إبر تحريضية لطفل الأنبوب عندها كانسر سرطان المبيض أعلى من غيرها. بس هيدي طلعت الدراسة نبشنا بالقبور وفتحنا القبور شفناهن يعني ريتروسبكتيف يعني شافوا أنه والله في سرطان مبيض أخذ إبر هاي هاي أخذ إبر لأنه عملوا هاد ترابط. هلأ مشينا بستاديز كتير كبيرة عالمية طلعت صحيحة في ترابط بين سرطان المبيض والإبر اللي تحريضية اللي بتتاخد لنهيج المبيض. هلأ مشوا بالعالم كله بإنجلترا وبأستراليا وبلندن وين ما كان بالعالم في دراسة هلأني اسمها بروسبكتيف لكل العالم ماشيين بكل النساء اللي اخدين هالإبر لحديت هلأ ما بين هالشي. نحن عنا نحن البروسبكتيف استادي أهم بكتير من هيديك الريتروسبكتيف. سو لهلأ ما في خوف عليها بس أكيد أكيد المبيض اللي تهيج نشوف مرة عمدي طفل أنبوب راح شهر التاني تعمل طفل أنبوب مرة تاني. صح. لا ما يعني فينا. هون هيدي القصة بدها ترتاح المبيض على القليلة شهرين ثلاثة مينيموم لحتى هالمبيض يقدر يرجع يعمل انترال فوليكلز هالصغار البيض صغير كتير في عندها ليهون يقدروا يرجعوا يعني يتحرضوا يطلعوا بويضات مرتبين وحلوين. وإلا ما بنعطي ما بناخد كواليتي ونمبر عدد ونوعية بيض كويسة إذا رجعنا حرضناهم كتير بسرعة. سو أكيد المرأة لازم ترتاح 3 أشهر من عند الأمرأة كمان. بس هون إذا عم ترتاح بين كل محاولة ومحاولة تقريبا 3 أشهر بترجع يعني خلينا نقول الاحتمال بيكون عادي احتمال عم نحكي مثل ما عن بلشنا. كذا محاولة أكيد. ونحن بنعرف في 5 و6 و10 محاولات ببعض الأحيان. إذا أنا عملت كل المستحيل لهالأمرأة وعملت لها كل اللازم ينعمل وهلأ بنحكي للي عم تصير عندها تكرار شو لازم نعمل لها. إذا عملنا لها كل المستحيل أكيد تشانس تبعيتك بدها تكون أقل من غيرها. ما فينا نعمل لها أكتر من هيك ما فينا نعملها. يعني بدنا نطلع على طرق يمكن منا مستحبة عند الأمرأة لحتى نقلها عنها بس خصوصا إذا كان العمر كمان عم يسبقكم يعني أكيد كتير مهمة هون. نحن بالأمرأة كمان كنا قلنا العمر قلنا نوعية البيض الفاضي وقلنا إذا في عندها تجلط بدمها. تجلط الدم عند الأمرأة بيمنع هالشي مشان هيك لازم تندرس هالأمرأة ونشوف إذا تجلط الدم عندها موجود أو مضادات ضيق المفاصل عالية لتاخد إبر مسيلة للدم وأسبرين قبل ما نردلها الأجنة لحتى هالشي يساعدها بتعشيش الحمل. نعم. هلأ إذا ما ننتقل للرجل اليوم بذرة الرجل كتير مهمة. الرجل أيام له دور كبير إذا كان بذرته ضعيفة
بذرته ضعيفه، عم نحكي اوليغوسبيرنيا او بذرته مفقوده بالمي بالسائل المنوي اللي بيطلع من القضيب. ساعتها بدنا نستغسلهم للبذره من الخصيه، بدنا ناخذ تيزا يعني تيستيكول سبيرم اسبيريشن، نسحب البذره من الخصيه. اذا البذره هذه البذره حركتها منيحه وعم تمشي البذره وعم تمشي مزبوط او قاعده بمحلها وما عم تتحرك، هيدي بتفرق كثير، بتفرق كثير على نوعيه الاجنه. حتى لو صار في اجنه منيحه مشان هيك ما بيصير في تعشيش للحمل. اذا البذره كثير منيحه كمان للرجل، في شيء عنده تكسر الدي ان اي بقلب البذره اسمه دي ان اي فراجمنتيشن. تكسر البذره بالدي ان اي كنا يعني سبب اساسي هو عند الرجل كل شيء ما عم بياخد انتي اوكسيدنت، نوعيه الاكل، قعدته بالسيرفيس بسوق تاكسي مثلا كل نهار، عنده حماوه بالخصيه او عنده شغله بيتعرض لحماوه او لكيميكلز بجسمه، مش بياخد كيميكل بينزلوا على الخصيه، بدخن، بيشرب مخدرات او كحول او شيء يعني. الحشيشه اكثر شيء بتاثر كمان كثير على نوعيه البذره وعلى الديجريديشن على على تكسر الدي ان اي بقلب البذره. يعني بتصير بصير في حمل بيكون حمل، لا ما بيصير ما بيكون حمل ابنورمال ابدا، بس ما بيصير في حمل لانه البذره مكسر كثير فيها الدي ان اي. هل كميه البذره اغلبيتهم مكسره فيها الدي ان اي؟ كيف فينا نعرف هون اي بذره مكسره؟ هلا صار في طريقه جديده اسمها البريت تيست، اللي هي بنحط البذره بسائل معين وهالسائل له يعني فيها مثل سبق كيف الحصان بيمشي، بنشوف ايهم البذرات اللي بيمشوا اول شيء بيكونوا اقل شيء مكسرين، هول اللي لازم نعمل لهم تلقيح للبويضه فيهم، والا بنكون عم نشيل حتى لو شكلها تحت الميكروسكوب بتجنن، اثنيناتهم اثنين منيح، في وحده مكسر دي ان اي فيها اكثر من غيرها. هول كلهم ببينوا قبل. هول كلهم هلا يعني هون كمان دكتور يعني لازم الطبيب يكون عم يحكي ضميره، يعني لازم الطبيب اليوم يكون عم بيفسر كل هالامور للاشخاص لحتى، لانه نحن بنعرف قد مكلف هالموضوع كتير. معنويا كتير كتير كتير. وماديا وبالوقت وبكل شيء بصيروا يعني فرستريتد. يعني اذا بتيجي عندك وحده عندها تكرار طفل الانبوب وبعدين انت بدك تقولي طب انا بدي اجرب معها مره، بس ما فيك تجي تحطيها كمان اندر ستريس وتجربي معها 3-4 مرات، ما هي اوريدي لانه كل هالامور ممكن تبين قبل ما تصير العمليه. ما عندنا حدا نحن سوشيال سيكيورتي تحميها لتقدر تعمل هالشيء. ببلاد برا لها حق 3 مرات بحياتها تعمل طفل انبوب، هيدول على الدولة. هون بعد ما اعترفوا ولا مرة، لا يعني بعضهم بيعتبروها كأنه لوكس. ولا دواء لوكس، هو لوكس، بس اللي ما عنده أولاد ما بقى عنده لوكس، ما لوكس بدها تبيع شو ما كان بس حتى تجيب أولاد. نحن متفاهمين مع ماديا مع العالم، بس قد ما كان بالأخير في فيلر ريت، يعني لازم تعرف الأمرأة أنه منا عم نحكي بحالة أنه كل شيء مزبوط وكل شيء منيح. في شيء اسمه unexplained. صح. unexplained بس إذا failure. كانوا الأسباب موجودة، أسباب الفشل واضحة، يعني هون ضروري صح. إنه ما يجربوا أكيد ما يتجرب مرة تانية إلا إذا تلاقى علاج. يعني هون إذا عم نحكي عن البذرة تكسر الدي إن إيه أو البطء بالحركة صح. أو أنتي أوكسيدنت قبل للرجال بنعالجه لأنه بفيتامينز معينة، بإبر أيام تحريض للخصية ليعطي بذرة أكثر وأحسن نوعيتها قبل ما نفوت بطفل أنبوب، وإلا إنه الحكيم إذا قرر إنه يلا هلا بدي أعملها ماديا يعني مثل ما عم تحكي، لا لازم اكيد قد ما في يعطي التشانس لهالمره، لانه كثير حلو كثير حلو عند الحكيم عم نحكي، شو لكن عند الامراه قد ايه حلو عندي انا مثلا انه وحده عامله 4 مرات 5 مرات اي بي اف ترجع تحبل بالمركز تبعنا. يعني اتس هيدي مثل ما بيقولوا انجاز لنا نحن قبل ما هي قد ايش هي لكن بدها تكون مرتاحه ومبسوطه بحياتها. anyway سو بالبذرة الرجل كتير مهمة تكسر الدي ان اي، كتير مهمة تريندو في تبعيته كيف عامل نغير له اياها، نعطيه حبوب وعلاجات فيتامينز قبل ما نبلش طفل الانبوب وابر تحريض للخصية. واذا عنده الخصية ما بتعطي السائل ما بيعطي بذرة نعمل له تيزا الإبرة لسحب الخصية، وإذا حتى بالتيزا ما طلع بدنا نعمل له أوبن بايبسي، بدنا نفتح الخصية وناخد شقفة منها ونشقفها شقف 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 لنشوف إذا فيها أي بذرة لحتى نقدر نشلو إياها. لأنه في كتير عنا رجال، نحن صار عنا مدة من زمان صار عنا مامبس
وما كنا عم نعمل الطعم الثلاثي وصار عندنا ابو كعيب وبكعب الولد كان وتسقط ابو كعيب على الخصيه او في كثير اولاد بيقتل الخصيه نهائيا بيقتلها للخصيه نهائيا وبلس في كثير ناس خلقوا اولادهم ما كثير صراحه اخذوهم عن بيدياتر بالاول وما عندهم خصيه كانوا بال 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 بكيس الخصيه صور كان عندهم اياهم عاليين بالحوض فوق وما نزلوا لهم اياهم بالوقت المناسب سو ماتت هالخصيه صارت ميته سو هولي ما فينا نعمل لهم شيء هولي ما فينا نعمل لهم شيء نهائيا اللي فينا نعمل لهم اياهم هن اللي عندهم ضعف شويه بالخلايا تبعيتهم ما عم تنتج منيح بزري فينا نسرع لهم اياها طالما موجوده يعني ممكن ضلوا تلاقوا علاجات فينا نلوي لهم اياها فينا نسرع لهم اياها حتى تكسر الدي ان اي بتتزبط عند الرجل كثير بتتزبط هلا نية صارت نعم دكتور كم مره بحق للامراه انه تجرب ما في عدد وفي تقنيه ثانيه ممكن تستبدل فيها انا عندي بالعياده بقول للبيشنتس صراحه جربي مره وثاني مره اي تراي اني انعت فوت ثاني مره بس انا صراحه اذا عملت كل واجباتي عند هالامراه او ما عملتها يمكن احسن تغير سنتر شو بعرف بركي وشي نحس يمكن ما بعرف انه في اشياء معنويه يعني على كل حال في الستريس اكيد ستريس قد ايه مرتاحه عند هالحكيم قد ايش ستريس بياثر حكيم ايه بياثر بس هو اكثر شيء بياثر لازم يعرفوه بياثر ما في برسنتج بس ما كثير يعني. لانه طفل انبوب نحن عم نهيج مو عم نشيل بيض وعم نحط اولاد يعني ما بعرف علمي 100% علميا ناتشورال تأثر لأنه الأنبوب إذا كنت معصبة بشد هالأنبوب بس هون ما في وما بيخلي البذرة تفوت وما بيخلي البذرة تلقح مع البيضة بس هون عم نعملها نحن إن فيترو يعني بالمختبر مش إن فيفو يعني بالمختبر عم نعمل الأجنة وعم نصنعهم بالمختبر البيشنتس اللي عندها بوليسيستيك اوفريز وهيجنا كثير المبيض تبعها وسحبنا كثير بيض وعملنا كثير اجنه اكيد هلا نيه بطلنا نردهم دغري بطلنا نردهم من الا وقفه هالشهر ما رح نرد لك الاجنه حنعمل لهم فريزنج لحتى نعالج لانه المبايض بيكونوا عملوا توكسيك كثير وسم كثير للبطانه الرحم سو بنجيب نحطهم بقلب هالبطانه البطانه ما رح يعشش فيها الحبل لحديت ما انتم تعالجوا هالموضوع بدي اقول لك شكرا دكتور غسان عازار يعني كثير اخذنا معلومات جديده اليوم ومفيدة وتفاصيل بتساعد كتير انه يكونوا واعيين على هالموضوع اهلا وسهلا فيك بريك ومنتابع